مرحبا، اليوم بدمل أنا وياكم وجبة سريعة بالكفتة البيتي. عنا كفتة بيتي من مبارح، حوالي 4 معالق زيت نباتي، 4 معالق طعام، ملعقة صغيرة شراب، نص ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، 5 حبات ثوم قطعتهم بهيدا الشكل، فلفل حار، وممكن ما نحط فلفل حار إذا ما بناكل فلفل حار، بصل صغيرة مقطعة بهيدا الشكل، حبة بندورة صغيرة كمان نفس الشي مقطعة بهيدا الشكل، وثلاث ارباع الكوب مي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط فوق الزيت البصل والثوم، بقليهم مع بعض على الغاز، بقليهم مع بعض لياخدوا لون اصفر خفيف. بس قليت البصل والثوم بهيدا الشكل، هلا بنحط صلصة الحار كمان بقليهم شي خفيف. بندورة شراب ملح والبهار كمان الماي. بسم الله، حركهم مع بعض. هلا بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا مع بعض. بس غلى المزيج بهذا الشكل ونخلطه منيح مع بعض. هلا بنحط الكفتة. بسم الله، هلا بتركن حوالي دقيقة يغلوا مع بعض وبطفي الغاز. هيدي الخلطة اللي عملتها أنا وياكم. بسم الله، هيدا الشكل النهائي. بتتقدم مع رز، وفينا كمان إذا حبينا مع خبز عادي. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم من الكفتة البيتي، أخدت حوالي 5 دقايق بالتحضير. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.